هل من الممكن أن نعرف الفرق بين كلمة نائب أو وكيل وكلمة بديل؟ كلمة نائب بتستخدم في معاني كثيرة جدا، لكن لما يموت عن النائب ده ينوب عنه في الموت يبقى بديل له في الموت، يبقى فادي له في الموت. نحن نسميه الفادي. والناس الذين يخلصون في اليوم الأخير بنسميهم المفديين، المفديين. ونتكلم عن تسبحة المفديين في سفر الرؤيا، المفديين. ف المسيح بدل مننا، لانه احنا اللي كان محكوم علينا بالموت فجوه بيه بدل مننا، ولان الحكم صدر ضد انسان. نجد ان السيد المسيح كان بيتمسك باستمرار بعبارة ابن الانسان، ويستخدمها كثيرا كثيرا، واحيانا نقول ابن البشر، ده الابن الانسان، لأن الحكم صدر ضد إنسان.